ليفربول يفوز بثنائية الموسم وسط فرحة عارمة جدا رغم الإصابات. الريدز يعاني من إصابات كثيرة، ولكن الفرحة تغطي على أي إصابات، وزي ما توقعت يا إبراهيم أنه هيبقى في تعادل وحنوصل لركلات الترجيح. بالضبط، يعني إحنا اتكلمنا في اللايف قبل الماتش أن النهاردة السيناريو هيتكرر تاني. يعني كل الناس كانت متوقعة أن ليفربول هيبدأ المباراة هيهاجم هيسجل، بس كان متوقع أن ليفربول هيدخل نفس هيعمل نفس السيناريو مع تشيلسي، ان التعادل السلبي هيفضل في الوقت الاصلي والوقت الاضافي وهيلعبوا ضربات الجزاء. وفعلا النهارده للمره الثانيه على التوالي ركلات الترجيح بتبتسم لليفربول. ليفربول بيقدر الموسم ده ان هو يتوج بالبطوله الثانيه من الرباعيه التاريخيه اللي عايز يحققها السنه دي بركلات الجزاء على حساب نفس المنافس اللي هو تشيلسي. كده خلص نص الطريق، نقدر نقول نص الطريق انتهى ليفربول مع الفوز بالبطولة الثانية. بس يعني في شكوك بقى في البطولتين اللي فاضلين. شفنا النهاردة إصابة محمد صلاح طبعا وخروجه بعد 31 دقيقة من بداية الماتش بسبب إصابة عضلية في الفخذ. النهاردة صلاح ما قدرش يكمل الماتش بدون أي تدخل. مرة واحدة شفنا صلاح وقع على الأرض بيشتكي من الفخذ بتاعه، وكان في ناس قالت إن الإصابة مش صعبة، ولكن برضو الدكتور أو كلوب بيحذروه. يعني هو كان في كلام كتير جدا إن هو طلب من الدكتور وهو خارج معاه إن هو عايز يكمل، عايز يشارك، عايز يثبت أحقيته إن هو يكمل المباراة، ولكن الطبيب ليفربول بيمنع صلاح من المشاركة، بيقول له لأ لازم يريح عشان الإصابة ما تتفاقمش، حتى لو كانت إصابة بسيطة فما تتفاقمش، لأن لسه في نهائي دوري أبطال أوروبا ممكن الإصابة دي تأثر على صلاح إن هو ما يشاركش في الدوري ويبتعد عن الدوري الفترة الجاية. بس لسه ما فيش كلام مؤكد، مستنيين التطورات، مستنيين كلوب يوضح لنا الصورة الكاملة لإصابة صلاح. وبرضو بالنسبة لفيرجيل فان دايك إن هو عنصر أساسي، ويعني ليفربول من غير فان دايك في الدفاع يعني ما يبقاش ليفربول، صعب جدا، هيبقى بواجه صعوبات كبيرة جدا لو النهاردة لو كان التغيير مش احترازي او بسبب الاجهاد. لو كانت فعلا اتاكدت اصابه فيرجيل فان دايك النهارده هيبقى فيه خطوره جدا على البطولتين اللي فاضلين ليفربول الموسم ده. طب يمكن يعني اصابه صلاح النهارده وسقوطه كده من غير اي تدخل يمكن ده يفسر شويه عشان كده كلوب ما شاركوش في المباراه اللي فاتت. بالظبط، يعني اتوقع بقى ان الصوره بانت دلوقتي. الصوره بانت ان هي لو هو مريح صلاح الفتره اللي فاتت او الماتش اللي فات عشان الاصابه او الاجهاد، يعني ده بيدل ان فعلا صلاح اجهد جدا الموسم ده. وده اللي احنا قلناه ان صلاح وماني اكتر اللاعبين اللي اجهدوا السنه دي بسبب مشاركتهم مع ليفربول في معظم المباريات، وكمان مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية اللي امتدت لغاية النهائي بين للاعبين، وكمان للتصفيات كأس العالم. فالنهارده بنشوف ان صلاح فعلا بعد 31 دقيقة من غير تدخل من اي لعيب من تشيلسي بيسقط على الارض بيشتكي من فخده. ده طبعا راجع للاجهاد والضغط اللي بيعاني منه ليفربول الفترة اللي فاتت. ليفربول من اكتر الفرق اللي بتعاني من الضغط واللياقه البدنيه بتاعه الفريق بتبدا تقل واحده واحده. شفنا النهارده في الماتش كل يعني معظم لعيبه ليفربول بمتراجعه مستواها متراجع تماما، يعني مش ده ليفربول اللي بيبدا يهاجم بيكسب بالسكور. الفريق لا متراجع جدا، بيعاني من لياقه بدنيه متراجعه جدا لكل اللاعبين مفيش استثناءات، ولكن يعني التوفيق النهارده هو اللي قاد الفريق للفوز بركلات الجزاء. يعني هو بص يعني لو جينا نتكلم على شوط مثلا، الشوط الاول كان استحواذ الريدز، ليفربول كان مستحوذ جدا الشوط الاول، يعني كله شاف النهارده ان ليفربول داخل الماتش عايز يسجل. كان شفنا تشيلسي بال11 لعيب بما فيهم لوكاكو اللي هو على طول ثابت قدام كراس حربه للفريق واقف في نص ملعبه. ليفربول ماسك الكوره ومستحوذ عليها في الثلث الدفاعي لتشيلسي، نتج عن ده فرص كتيره جدا اهدرها لعيبه ليفربول، لويس دياز، ماني منهم صلاح،
وكمان لعيبة خط الوسط بتاعت ليفربول النهاردة كانت بتساند المهاجمين. كان شفنا أرنولد وروبرتسون كمان كان بيزيدوا من الجناحات بيحاولوا يلعبوا بكل الطرق. ليفربول النهاردة كان بيحاول يخلق فرص من العرضيات، من الكرات الثابتة، من العمق. شفنا كل يعني الفريق كله بيحاول ان هو يخلق فرص من كل حتة. فالنهاردة كان الشوط الأول بس يعني. الشوط التاني بقى كان يعني استحواذ، ومن أول ثانية البلوز يعني تشيلسي نزل أكل النجيلة فعلا زي ما بيقولوا. الحقيقة تشيلسي من ساعة ما صلاح خرج يعني من الدقيقة حاجة و30 وهو بدأنا نشوف فرص. النهاردة شفنا بوليزيتش اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراة، ما كناش عارفين ان هل هيكون في مصلحة تشيلسي أو ضد تشيلسي. لا، النهاردة كان بوليزيتش من مصلحة تشيلسي ان هو بدأ المباراة، كان يعني ورقة رابحة بالنسبة للتوخل، ولكن برضو سوء التوفيق بالنسبة لتشيلسي ان هو ما قدرش يسجل النهاردة. ده كان يعني حاجة غريبة جدا يعني مش عارفة عدة قد ايه كام هدف كان المفروض يدخل للفريقين، والحقيقة يعني بسبب العارضة بقى بسبب اي حاجة تانية بالزبط. ما كانش فيه توفيق خالص. بالظبط، هارد لك فعلا الفريقين كانوا فعلا النهاردة يعني قدموا اداء كمية قوي فرص جدا وفرص غريبة جدا. يعني تشيلسي شفنا ان هو عنده سوء حظ شوية ان الكورتين في العارضة. ليفربول عنده مشكلة في الفينش، يعني النهاردة ما شفناش أي لعيب بيشوت أو بيسدد تسديدة على المرمى، ما شفناش الإنهاء كويس. يعني ما يعني بالذات لويس دياز اللي أنا مستغرب أداءه النهاردة، كان هو من أحسن اللعيبة النهاردة في ليفربول، ولكن كان عنده مشكلة في الفينش. يعني الفينش كان يعني سيء يوصل جداً، بس مش عارف يخلص. ما فيش سوء حظ غريب، الكور كلها جنب العارضة بمسافات. يعني لكن يعني هي المباراة السيناريو بتاعها خلاص هو متحدد من الفرص اللي ضاعت دي، وكل حاسس ان خلاص الماتش هيروح للتعادل السلبي وهيلعبوا ركلات ترجيح. بالظبط. يعني طب هسألك سؤال، انا يعني اعتقد يعني انت شايف مين، مندي ولا أليسون كان متألق اكتر النهارده؟ لا، احنا شفنا الاثنين كانوا متألقين جدا، ولكن انا بشوف عن نفسي ان مندي كان النهارده متفوق على أليسون. في الماتش النهاردة انا مش بتكلم على ركلات الترجيح، انا بتكلم في الاثنين كان ادائهم يعني متقارب الى حد ما، ولكن برضو بسبب الضغط بتاع ليفربول ومحاولاته على بالذات في الشوط الاول. لا، شفنا النهارده مندي بيحاول على كل كوره، بيتدخل في الكور كلها يعني وانقذ فرص فعلاً كتيره جدا. بنفس الكلام بالنسبه لأليسون، ولكن أليسون النهارده حلفه التوفيق شويه ان العارضه كانت بتلحقه. النهارده أليسون كان مذبذب شويه، مش في مستواه. حتى كمان النهارده كان كله جماهير ليفربول كلها كانت حاطه ايديها على قلبها ان لما حصل الاصطدام ببوليزيتش في الماتش كان في احتماليه ان أليسون ما يكملش المباراه. وكان شفنا طبعا كيلهر كان ابتدى يسخن، كان ممكن يشارك بداله، ولكن أليسون قدر يكمل، وكان في خطوره ان هو ما يقدرش يكمل ويبقى قائمه الاصابات بتاعت ليفربول تزيد كتير قوي بقى. لا ده كده يبقى كتير جدا يعني. طب عايز اسالك حاجه، مين يعني في كل فريق قول لي مين كان الابرز النهارده ومين كان النجم فعلا المباراه لكل فريق؟ انا شايف ان النهارده كان النجم بالنسبه او نجم المباراه عامه كان بوليزيتش. انا شايف ان بوليزيتش النهارده كان اختيار موفق جدا من توخيل، او ما اتاش بثماره بس خلق فرص كتيره جدا. يعني شفنا النهارده بوليزيتش بيضيع كذا كوره في العارضه، أليسون بيصد منه كذا كوره، بلوكات من الدفاع. بوليزيتش من احسن اللعيبه النهارده في المباراه ومن احسن اللعيبه في تشيلسي. بالنسبه لليفربول انا شايف ان الدفاع كان يعني موفق جدا النهارده. ابراهيم كونتي من احسن اللعيبه في ليفربول على مستوى ان هو يعني انقذ كذا كوره، بيحاول يقفل على المهاجمين، قدر يسيطر على لوكاكو، ما خلاهوش ان يستلم كور كتير، ما قدرش يروح ويهدد مرمى ليفربول بشكل كبير. فانا شايف ان هو كان من احسن اللعيبه في ليفربول. مين كان المفروض يتغير سريعا وتاخر في التغيير بتاعه؟ انا
كنت شايف ان النهارده ساديو ماني مش في المود خالص، يعني انا شايف ان النهارده ماني ما كانش موده خالص، ما كانش بيقدم الخطوره اللي احنا شفناها في الماتشات اللي فاتت، في الجولات اللي فاتت في الدوري الانجليزي. كان مفروض ان هو من التغييرات، يعني كنا متوقعين ان الجوتا مثلا هينزل، لا فيرمينيو مثلا كمان لما ينزل ما كناش عاملين حسابنا ان هو ينزل بدل لويس دياز، لا هو كان المفروض ان هو ينزل مكان ماني، بس ممكن يكون فكرة صلاح مثلا بسبب إصابة صلاح كمان، وكمان عشان ركلات الجزاء، يعني من يعني معظم اللعيبة ضيعها. يعني احنا فرحانين فيه بصراحة، يعني معظم الناس المصريين فرحانين فيه، يعني ردود الأفعال النهاردة من المصريين ان هم فرحانين في ليفربول، مع فرحانين في ماني، ولكن كانوا عايزين يكسبوا، يعني عايزين ليفربول تكسب النهاردة، ولكن فرحانين بإهدار ماني. يعني النهارده كمان ماني، يعني كنا يعني معظم الناس كانت متوقعه ان هو يضيع بسبب ان مندي يعني زميله في المنتخب وعايش معاه وعارف هو بيسدد ازاي، طريقه تحركه، فقدر النهارده يسد منه ركله جزاء مهمه وكانت ممكن تضيع اللقب من ليفربول. ما بص يعني تحس المصريين برضو غير ان احنا مبسوطين ان ليفربول كسب وصلاح حقق الثنائيه، احنا برضو فرحانين ان ماني اهدر ضربه الجزاء ومندي كمان ما كسبش حاجه. بالظبط، يعني فرحة للجماهير المصرية، يعني صلاح رجع لنا طارنا، يعني الحقيقة يعني فرحنا. يعني طيب كده احنا عندنا مشكلة مع صلاح، انه يعني المباراة الجاية تقريبا بعد 3 أيام بالظبط، يوم الثلاث. طيب يعني في شكوك طبعا ان صلاح ان صلاح هيقدر ينزل الماتش ده، يعني اعتقد ان هو ما خلاش صلاح النهارده يجازف ان هو يكمل. انا شايف ان النهارده، يعني انا حاسس ان الاصابه مش كبيره قوي، يعني انا قادر، يعني هو يقدر يلحق نهايه دوري ابطال اوروبا، بس محتاج راحه فعلا، لان الضغط الفتره اللي فاتت كان عليه كبير جدا. انا شايف ان التغيير كان احترازي شويه، ممكن الاصابه ما تكونش كبيره، حتى شفنا ان هو مشاركته مع اللعيبه في الاحتفالات وهو خارج من الملعب كمان كان برضو طالع بشكل طبيعي، وعشان كده كان هو بيطلب ان هو يكمل. بس انا شايف ان هو ممكن يريح الماتش الجاي، وده هيهدد فرصه. هي دي بقى اللي انا كنت عايز اقول لك عليها دلوقتي كده، خلاص هدافي الدوري يعني سون مش هيسيبه بصراحه. بالزبط. يعني هيجيب له هدف ولا هدفين كمان. توتنهام الفتره الجاي، يعني الماتشين اللي فاضلين توتنهام مش بالصعب، وكمان يعني غياب صلاح هيخلي سون عنده ان هو الدافع ان هو يسجل هدف واثنين وثلاثة، وحاول يبعد على الاقل عن صلاح باي شكل ممكن، عشان لو صلاح ما شاركش الماتش الجاي يشارك في اللي بعده، ان هو يبقى بعيد عنه بفرق يريحه هو كمان. فبرضو احنا دي مقلقانا شويه، بس اهم حاجه سلامه صلاح طبعا، أكيد. واهم حاجه الشامبيونز ليج برضو في الاخر، يعني يعني هو انا لو هيخيره صلاح ما بين الاثنين، انا اشوف ان هو يحقق البطوله الجماعيه مع فريقه، ان هو عايز يخلي ليفربول ياخد لقب دوري ابطال اوروبا من ريال مدريد بالتحديد، فدي الاولويه لصلاح، بس بالطبع ان هو هيبقى عايز برضو يسجل هداف، يعني بس هو برضو لسه واخد برضو افضل لاعب من رابطه الكتاب كره القدم، وكمان ان شاء الله يفوز باحسن يعني باذن الله لاعب برضو في الموسم ده. طب دلوقتي يعني كلوب يعني غالبا بقى في ورطه، لانه عنده 3 اصابات، احنا لسه برضو مش يعني الموضوع مش مؤكد، بس احنا خلاص عارفين ان فابينيو يعني هيجيب الماتشين الجايين في الدوري، بس قال ان هو هيتمكن من اللحاق بماتش ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا. فان دايك لسه ما نعرفش، فان دايك لسه مش عارفين هل اصابته حقيقيه، يعني فعلا خرج للاصابه ولا خرج عشان الاجهاد، وكمان صلاح برضو لسه مش متاكدين. بس يعني انا عايز احيي كلوب النهارده، يعني على الرغم من أهمية الماتش، يعني النهاردة قدر ان هو بتغييراته قدر يريح كذا عنصر أساسي من الفريق اللي بيشارك بصفة مستمرة. خرج لو فان دايك مش إصابة يبقى خرجه للإجهاد، روبرتسون برضو غادر، لويس دياز، دييجو جوتا بيرجع للمشاركة، روبرتو فيرمينيو، ماني هو اللي بيتحمل وبيكمل الماتش،
اعتقد ان هو ممكن يعني الماتش الجاي في الدوري اعتقد ان ماني ممكن يبقى هو بديل لو في حالة ان صلاح مش متواجد في التشكيل. انا شايف ان هو ممكن برضو يريح ماني لان وده بناء على نتيجة ماتش مانشستر سيتي بكرة. يعني ماتش بكرة يحدد بقى اعتقد يعني لو الكلوب لو لقى بكرة مانشستر سيتي حقق الفوز وبتاعت خلاص وفضل نقطة على حسم اللقب انا اعتقد ان هو يعني خلاص ممكن يفقد الامل في البطوله ويبدا يريح بقى عشان يستعد للبطوله الاهم. انا اعتقد لو خلاص لو سيتي كسب بكره خلاص هيبقى فاضل ماتش واحد بالنسبه كبيره يعني السيتي هيبقى فاضل له عايز نقطه واحده يدخل الماتش الاخير بتعادل بس يعني بكره لو في تعادل لا لسه في امل في الماتش الاخير. تشيلسي طب كده موقفه ايه وهيعمل ايه وهو طالع كده الموسم ده بلا شيء بلا اي حاجه؟ كل الظروف كانت الموسم ده ضد تشيلسي يعني فكرة الرومان أبراموفيتش المالك النادي اللي قرر ان هو هيبيع النادي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا الملاك الجداد اللي لسه لغاية دلوقتي ما اتحسمتش الصفقات واللعيبة كمان ان الموسم ده متراجع تماما مش ده تشيلسي اللي شفناه الموسم اللي فات اللي قدر يكسب دوري أبطال أوروبا تراجع أداء لوكاكو كانتي لعيبة كتيرة جدا مش في مستواها في لعيبة كتير جدا ده هيخلص الموسم ده ولسه مش عارفين مصيرهم ايه مع الإدارة الجديدة زي روديجر اللي خلاص بشكل يعني شبه رسمي ان هو هينتقل لريال مدريد فالبطولات يعني الدنيا كده تحس عندهم مش ملخبطه كتير جدا النهارده للمره الثالثه على التوالي تشيلسي بيخسر كاس الاتحاد الانجليزي خسر الموسم اللي قبل اللي فات قدام ارسنال والموسم اللي فات قدام ليستر سيتي للمره الثالثه على التوالي تشيلسي ما بيحققش كاس الاتحاد الانجليزي وبيخسر السنه دي البطوله الثانيه اللي كان بينافس عليها ووصل النهائي بتاعها قدام نفس الخصم اللي هو ليفربول. يعني طبعا احنا يعني برضو بيصعب علينا ان يبقى في فريق يعني كده مش عارف يحقق اي حاجه بس احنا يهمنا مصلحه ليفربول ومحمد صلاح طبعا وان شاء الله بنتمنى له ان الاصابه تبقى حاجه خفيفه جدا ويدوب تبقى راحه ولا عايزين عمليات ولا عايزين اي حاجه وعايزينه يلحق ان شاء الله تشامبيونز ليج عشان بعد كده عندنا بقى ايه منتخب يعني كمان لان احنا محتاجين صلاح جدا ان هو يعني ما تبقاش اصابه كبيره او تهدد بغيابه لفتره طويله ويرجع عشان عندنا فتره جايه مهمه جدا مع مدير فني جديد لازم يبقى صلاح موجود يدي اللعيبه الدافع ان هو لسه قائدهم مع الشائعات اللي طلعت اللي قالت ان هو هيعتزل دوليا لا لازم يبقى موجود مع الفريق يساعدهم ويقودنا في تصفيات كاس العالم وان شاء الله كاس الأم. ان شاء الله يعني يا صلاح تحقق الرباعيه احنا لسه في امل برضو انه يحقق يعني لسه في الدوري بكره هنتكلم ونشوف هنشوف صح. الدنيا فيها ايه بس ان شاء الله تحقق الرباعيه اللي انت نفسك فيها ودايما في نجاح يا رب. بشكرك جدا يا ابراهيم على وجودك النهارده وبشكر حضراتكم على متابعتكم لينا والف مبروك للريدز ليفربول دايما يا رب متألق وصلاح كمان متألق شكرا لكم شكرا.